مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادته الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم 42 بعد 200، ما زالت هناك صولات وجولات متعلقة بالحديث عن صفقة للتبادل في ظل تصريحات إسرائيلية متضاربة حول ماهية القبول بتفاصيل هذه الصفقة التي اشترطت حماس مرارا وتكرارا بأحد أبرز هذه النقاط الجوهرية هي إيقاف الحرب في قطاع غزة، وهذا ما يعارضه الكثير من الإسرائيليين. تهديدات في الأفق تلوح للانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال موافقته على وقف العدوان على قطاع غزة، ومرارا وتكرارا أكد بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي وقف الحرب على قطاع غزة في إطار ومضمار أي عملية أو الحديث عن أي صفقة قريبة ومرتقبة. الأمم المتحدة التي أعلنت أن الوضع بات مفجعا في قطاع غزة، وواشنطن التي طالبت بدعم من قبل مجلس الأمن لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تناقضات في المواقف والتصريحات، وبطبيعة الحال حرب الإبادة تتواصل. سنتحدث أكثر حول تضامين هذه المواضيع مع ضيفنا هذا الصباح الكاتب والمحلل السياسي السيد عدنان صباح الذي ينضم إلينا عبر سكايب من جنين. صباح الخير سيد عدنان، أهلا بك معنا. صباح النور حضرتك والمشاهدين الكرام. نعم، نتحدث عن رغم 242 يوما من العدوان المتواصل على قطاع غزة، بشاعة الاحتلال والجرائم تتفاقم لتطال كل الغزيين في كل تفاصيل حياتهم وكل مقومات حياتهم. في ظل هذا التصاعد الميداني نتحدث عن فجوات كبيرة متعلقة في ملف وقف إطلاق النار وصفقة التبادل في ظل صراع داخلي إسرائيلي. بوجهة نظرك إلى أين ستؤول الأمور في إطار الحديث عن هذه الصفقة والرد الإيجابي لحركة حماس والرفض الإسرائيلي والصراع الداخلي الإسرائيلي؟ أولا علينا أن نعلم أن الصفقة طرحت بشكل غامض من قبل بايدن، ومع أنها حملت في طياتها أو في طيات الطرح، لأن بايدن لم يقدم توضيحا أو تفصيلا كاملا لتفاصيل هذه الصفقة وتفاصيل بنودها، ولكنه قدم الصفقة بطريقة تترك المجال مفتوحا أمام بنيامين نتنياهو للتلاعب كثيرا. أولا بايدن تحدث عن عموميات وضرورة إنهاء الحرب وضرورة وقف الحرب وضرورة إعادة الأسرى وضرورة أن توافق أو دعا قادة الاحتلال لأن يوافقوا ويدعموا هذه الصفقة، مع أنه قال أنها صفقته وأنها اقتراحه، وكان واضح أن هذا لا علاقة له، لا يجوز أن تقول أن هذا صفقة فلان واقتراح فلان ثم تطلب منه أن يدعمها. هذا أولا. ثانيا، ترك الأمور مفتوحة للتفاوض وتحدث بشكل عام وفضفاض وقال أن هذه نقلت إلى حركة حماس هذا المشروع، وواضح من تصريحات بنيامين نتنياهو أنه ذهب للقول بأن نعم هذا طرح سياسي ولكن التفاصيل بحاجة إلى نقاش. لم يغلق الباب بنيامين نتنياهو أمام الصفقة، وإن كان قد دعا أو شجع بن غفير وسموتريتش لأن يرفعوا صوتهم عاليا وأكثر وضد الصفقة وضد أي حل، وأعتقد أن بنيامين نتنياهو استخدم هؤلاء الاثنان بشكل مستمر ضد حين يحتاج دورهم أو حين يحتاج صراخهم، ولا يجوز أن نعتقد أن هناك حقيقة رغبة لدى هؤلاء لحل هذه الحكومة أو لإسقاطها، لأن هذه فرصتهم الوحيدة لأن يكونوا في حكومة أصلا، ولا يمكن لهم أن يعودوا مرة أخرى إلى الحكومة، ولذلك هم حريصين على الحكومة أكثر بكثير من حرص بنيامين نتنياهو عليها، وبنيامين نتنياهو يستخدمهم كلما احتاج ذلك الاستفتاء. الصورة إذن أن هناك صفقة عامة بحاجة إلى نقاش، وهو ما يريده بنيامين نتنياهو. بايدن قدم الخطوط العريضة وقدم الولايات المتحدة على أنها دولة راغبة في إيجاد حل، وقدم الاحتلال على أنه راغب في إيجاد حل، منح
لبنيامين نتنياهو يد مساعدة مرة أخرى، وقال أن لديه مقترحات وأنه هو الذي قدم المقترحات وأظهره أمام الرأي العام العالمي وحتى أمام جمهوره أنه راغب بإيجاد مخرج لهذه المقتلة ولهذه الأزمة. نعم هذا غير صحيح. نعم سيد عدنان، إذا كنا نتحدث فعليا عن هذا يعني الموقف الأمريكي وحالة الفضفضة الذي منحها بايدن لبنيامين نتنياهو في ظل محاولة أيضا ومخاوف بنيامين نتنياهو من انهيار ائتلافه الحكومي في وجه هذه الصفقة المرتقبة وفق المقترح الإسرائيلي الأمريكي، في المقابل صحوة حركة حماس والمقاومة التي ما زالت متشبثة بكل مواقفها بكل النقاط التي تقدمت، اليوم سنتحدث فعليا عن كيف سيؤثر موضوع الإعلان عن المزيد من القتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، ستلقي بظلالها فعليا على أي صفقة مرتقبة والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو في إطار أيضا ما أشرت له هو الحرب الداخلية الإسرائيلية وتهديدات سموتريتش وبن غفير وغيرهم. الطرفان بحاجة إلى الصفقة لنكن واقعيين، لكن هناك في الموضوع معضلة كبيرة جدا، والحل ليس سهلا، لأن الطرفان في مرحلة معينة سيقفان بالتضاد وبالمطلق، هل توقف الحرب أم لا توقف الحرب؟ توقف الحرب يعني انتصرت حماس وانتصرت المقاومة، لا توقف الحرب يعني لا زال الاحتلال يواصل مقتلته ويواصل جريمته. لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يوافق ولا بأي حال من الأحوال على نص يقول، وأقول نص حتى لو لم يكن هذا على أرض الواقع سيطبق، لا يمكن لبنيامين نتنياهو ولا لجيش الاحتلال ولا لحكومة الاحتلال هذه أو غيرها على أي حال أن توافق على نص يقول بالمطلق وضمان ومنح ضمانات بوقف الحرب، لأن هذا حقيقة إعلان هزيمة مطلق. ولا يمكن للمقاومة أيضا بالمقابل أن توافق على صفقة تبقي هذه المقتلة مفتوحة، لأن هناك مسؤوليات تجاه الشعب، مسؤوليات تجاه الدم الفلسطيني، تجاه احتياجات الناس والمعاناة والمقتلة التي تجري على أرض غزة. إذن نحن أمام حالتين، من الذي سينزل عن الشجرة؟ من الذي سيقبل بأن يذهب إلى مربع الآخر؟ بنيامين بايدن قدم صورة أن هذا مقترح الاحتلال، في المقترح هناك لا يوجد نص يقول بوقف المقتلة، يوجد ما يبدو أن هناك حديث كما قال بايدن عن وقف العمليات، وقف نعم. عمليات عسكرية أو عدائية، ووقف العمليات حتى ليس وقف إطلاق نار، لكن هناك أيضا رغبة لدى الجميع الحقيقة بالوصول إلى هذه الصفقة، صراع داخل دولة الاحتلال لأن هناك أصوات تقول بضرورة الموافقة حتى لو كان الثمن وقف الحرب، ولكنهم يضيفون أن العودة للحرب ممكنة في أي وقت. الحال الآن مختلف، لماذا أقول قد نصل إلى صفقة خلال فترة ليست بعيدة؟ أولا لأن بايدن بعتقد أنه بهذا الإعلان قدم لبنيامين نتنياهو فرصة لبضعة أيام أو وليس طويلة لكي يحاول أن يفعل شيئا. ثانيا قدم نفسه بايدن على أنه الآن القائد القوي للولايات المتحدة، خصوصا أنه خرج بهذا الإعلان بعيد صدور قرار المحلفين في محكمة ترامب، وهو قدم نفسه الآن أنه لا يوجد منافس حقيقي كما كان الحال قبل قرار المحلفين في محكمة نيويورك، وتحدث بلغة حازمة عن أنه قد آن الأوان لوقف هذه الحرب. إذا قال لدولة الاحتلال وقال لبنيامين نتنياهو أن لا خيار أمامك الآن إلا أن تستجيب، ومع ذلك أنا أمنحك بعض الوقت. هذا من جانب الاحتلال، ومن جانب المقاومة الآن المقاومة أعتقد أنه حتى لو لم تحصل على ضمانات، لأن الضمانات المقاومة تعرفها إذا كانت ضمانات الولايات المتحدة أو ضمانات نتنياهو يعني هذه ضمانات غير موثوقة، الضمانة الوحيدة التي تملكها المقاومة وأنا أعتقد أنها قد تذهب إلى صفقة لا يرد فيها نصا واضحا مطلقا بوقف الحرب بالمطلق
لأن المقاومة أيضا قادرة على أن تعود للقتال مرة أخرى، وهذا ما يدركه بنيامين نتنياهو. يعني إذا أوقفنا الحرب اليوم على قاعدة وقف إطلاق النار أو على قاعدة وقف العمليات العدائية والعسكرية أو سميها ما شئت، حتى لو قال مستدام وليس دائم، الجهة المقاومة قادرة، ويدرك بنيامين نتنياهو ويدرك قادة جيشه أن الذي قاتل 8 شهور دون أن ينحني قادر على أن يعود مرة أخرى ليقاتل هذا الجيش دون أن ينحني، بل بالعكس قد يحصل على فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه، لإعادة تنظيم قواته، لإعادة التموضع ولرصد أكثر، لمعرفة حركة العدو أكثر والقدرة على الاستهداف أكثر. إذن علينا أن نعلم أن في الآن هذه المعركة أو هذه الحرب المجرمة من قبل الاحتلال والصمود الأسطوري من قبل المقاومة خلق معادلة ردع حقيقية وليست يعني مجرد أوهام. المقاومة الآن وحلفائها، لأن المقاومة الفلسطينية ليست وحدها، والمقاومة الفلسطينية لديها جبهات مفتوحة على العدو، وهذا العدو يعاني من هذه الجبهات وبدأ يعاني أكثر وأكثر، خصوصا عمليات من قبل حزب الله ومن قبل اليمن وفي البحر الأحمر وباب المندب. كل هذه الصورة الآن تمنح المقاومة أيضا مصدر قوة، أنه إذا أردتم أن نتفق على قاعدة التبادل وعلى قاعدة عودة الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني وأهالي شمال قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة، وأنا أشك أن هناك نوايا حقيقية لدى بايدن في ذلك، فليكن لنتفق على هذه الشروط. وإذا أردتم أن تعودوا إلى المقتلة إلى الحرب من جديد، كيف قضيتم الشهور 8؟ هذه الضمانة أنا أعتقد أن المقاومة ستذهب. نعم، وبعتقد أنه هناك فعليا جوهر جدا مهم في هذه المعادلة التي طرحتها سيد عدنان، وتدركها الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، ويدركها الاحتلال الإسرائيلي، لأنه كما نشاهد في الآونة الأخيرة أنه التصريحات الأمريكية اللي باتت نوعا ما في لهجة مختلفة حيال وقف وضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وما طلبته واشنطن من دعم مجلس الأمن لمقترح وقف إطلاق النار والضغط في هذا الاتجاه. كيف نستقرأ هذا الموقف الأمريكي في خضم الحديث عن الرؤية الأمريكية الخاصة لتبييض صورتها على المستوى العالمي، ومحاولة من جهة أخرى الضغط على بنيامين نتنياهو الذي بات يعني نوعا ما متخليا عن كل القرارات والتبعية لواشنطن؟ شو، أولا علينا أن نعلم أن الذي يدير هذه المقتلة هي الولايات المتحدة، والولايات المتحدة خلال الشهور 8 ظهرت على أنها مطلق التأييد ومطلق الدعم، وأنا أقول مطلق الفعل وليس الدعم فقط في هذه المقتلة، ولذلك تريد أن تظهر بصورة أخرى مختلفة أولا، ثانيا تريد أن تخرج أو تسحب القيمة من قرار محكمة العدل الدولية بالذهاب إلى مجلس الأمن، وأصدر ليس قرارا لصالح قرار محكمة العدل الدولية، وإنما قرار مختلف عن قرار محكمة العدل الدولية. وتعلمي أن قرار مجلس الأمن أهم على عمليا أهم من قرار محكمة العدل الدولية. هي تريد أن تخرج دولة الاحتلال وليست تخرج حالها، هي قادرة على أن تخرج حالها الولايات المتحدة يعني أكثر بكثير، ولكن هي تريد أن تخرج دولة الاحتلال. وطوال 8 شهور كان هناك تركيز من الجميع، من كل الحركة الصهيونية ومن الولايات المتحدة التي تقود هذه الحركة، بأن المجرم ليس دولة الاحتلال، المجرم بنيامين نتنياهو. الأزمة ليس في الاحتلال، الأزمة في بنيامين نتنياهو، وتصوير بنيامين نتنياهو أنه هو حجر العثرة أمام كل شيء، وهذا ليس صحيحا على أي حال. بنيامين نتنياهو هو أداة من أدوات الولايات المتحدة، وهو غير قادر على أن يقول لا حقيقية إذا أرادت الولايات المتحدة أن تفعل ذلك. الولايات المتحدة تريد وقف الحرب؟ نعم تريد وقف الحرب، ولكن لاحظي في كل مناسبة يعيدون التكرار مرة أخرى، القضاء على حماس وإنهاء حكم حماس وانتصار دولة الاحتلال والدفاع عن نفس الكلمات لا زالت تتكرر، لا لم يتغير شيء على الإطلاق. الذي يحدث الآن إدارة خبيثة
للمقتلة، تصوير أن هناك مفاوضات، أن هناك محادثات، أن هناك رغبة لدى دولة الاحتلال بالوصول إلى صفقة، أن بايدن يقوم بدور الوسيط، وأنه يدعو إلى السلام، وأنه يدعو إلى وقف المقتلة. أسأل سؤال، هذا البايدن سيد الإنسانية، ماذا فعل بالميناء العائم الذي أتى به؟ وكنا نتحدث أوقفوا إرسال المساعدات في البر، وأوقفش مساعدات في البحر، وأوقفوا إرسال المساعدات من الجو، وقالوا ممنوع عملية واسعة في رفح، والعمليات في رفح يعني عشرات العمليات، المهم أنها ليست عملية واسعة في آن معا. هذا ضحك على العالم، هذا إلهاء للكرة الأرضية، إلهاء للبشرية. والغريب أن هذه البشرية تقبل بهذا الإلهاء وتوافق عليه وتنشغل، ينشغل العالم بما يقول بايدن وبما يرد وما يقول نتنياهو. والحقيقة أن المقتلة قائمة، وأن الجرائم متواصلة، وأن إغلاق غزة وإغلاق والأطفال عادوا يموتون من الجوع. ولذلك هذا الحديث الآن عن أن من يقف مستدام دائم وإطلاق نار، هذا ليس. ولذلك حماس كانت أكثر انفتاحا على الموافقة، على وظهرت في كل المراحل منذ أعلنت موافقتها على الصفقة السابقة كانت أكثر انفتاحا، وحتى هذه اللحظة أكثر انفتاحا، وتصريحات ردا على بايدن بأنها ستنظر إيجابيا أكثر انفتاحا. الواضح جيدا أما الآن للذي يريد أن يرى، ليس للذي يريد أن يختبئ خلف عبارات، أن حماس توافق على إيجاد مخرج من هذه المقتلة ومن هذه الحرب الملعونة، وتقدم الاقتراحات وتوافق على ما يقدم لها، رغم أن الصفقة التي أعلنت حماس موافقتها عليها بشكل كامل لم يرد فيها ذكر لوقف دائم، لوقف مطلق لإطلاق النار للحرب. ذكر في مستدام وما إلى. طيب لما نتحدث في الطرح، بايدن هو طرح إسرائيلي بحت كان موافق عليه بصورة مبدئية من قبل مجلس الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي، هل بوجهة نظرك رفض بنيامين نتنياهو لمضامين إتمام أي صفقة يعني يدلل على الموافقة على الصفقة، يعني الاتهام المسبق والعلني لفشل بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافه في قطاع غزة؟ أولا علينا أن نعود مرة أخرى إلى 7 أكتوبر. أنا أقول دائما أنني أعرف المهزوم ولكنني قد لا أعرف المنتصر النهائي. إسرائيل والولايات المتحدة، الاحتلال والولايات المتحدة هزموا في 7 أكتوبر، ولا أعتقد يعني غبي من يعتقد أنهم سيسلمون بهذه البساطة، وأنهم سيقبلون بأن يندحروا ويرفعوا راية الاستسلام أمام حماس وأمام المقاومة. لذلك هؤلاء حين فقدوا اتزانهم وحين رأوا أنفسهم أن 8 شهور ولم يتمكنوا من إيجاد حل ومخرج، الآن يحاولون التلاعب بالعالم ويقدمون صورة الباحث عن حل وهي ليست حقيقية. الذي يجري، تذكري أنه حين قالوا الميناء العائم بده 60 يوم، قعدنا 60 يوم نستنى بالميناء العائم، الميناء العائم صار له خالص شهر، وين الميناء العائم؟ شو عمل؟ ولا شيء. لا تذهبوا إلى رفح، ذهبوا إلى رفح، بدل لا تذهبوا قالوا ليست عملية واسعة. طيب أنت ما الذي تريدون؟ أرسلوا وأدخلوا المساعدات. طار أصدر بيان بايدن ثم قال بنيامين نتنياهو نعم سنوافق على فتح المعابر البرية وكرم أبو سالم وبيت حنون وسندخل. أين أغلقت حتى رفح الذي كان يعني مصدرا صغيرا وبسيطا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة؟ أغلق بالكامل ولا يوجد أي مساعدات تدخل الآن إلى أهلنا هناك. هذا التلاعب والعالم الصامت، هذا العالم القابل بهذا التلاعب، هذه الولايات المتحدة وبايدن تحديدا وإدارته قادرين بكلمة واحدة لبنيامين نتنياهو ولحكومة العصابة في دولة الاحتلال أن يوقفوا هذه المقتلة. الهزيمة أيضا للولايات المتحدة، الولايات المتحدة تريد أن تستمر هذه المقتلة، ولكن الفرق بينها وبين بنيامين نتنياهو اللغة فقط.
هذه تقول أنا أدعو إلى تفاوض، إذا فاوضوا. لماذا لم يعلنوا تفاصيل الصفقة؟ لماذا لم يقدم بنيامين نتنياهو بكل وقاحة لوزيرين من وزرائه سموتريش وبن كبير اللي خايف منهم، يعني ويقول انه هؤلاء هم اللي ممكن يسقطوا الحكومه؟ طب هذا اللي انت ممكن يسقط الحكومه تتعامل معه كطفل علنا امام العالم وتعلن، وهو يعلن انني لم اطلع على مسوده الصفقه، وبنيامين نتنياهو لم يطلع وزراء اثنان، اخطر وزيرين عنده الوزيرين اللذين يهددان الحكومه بالانهيار لا يعرفون ولا يستطيعون أن يعرفوا ما هي تفاصيل الصفقة. هذه نقطة، لأنه المفروض أكثر اثنين أنت بحاجة تسكتهم وتفهمهم شو تفاصيل الصفقة هدول. طب أنت تعلم اليوم أنك لا تقل اليوم سيد عدنان، في ظل الضغوط والحديث فعليا عن الوصول إلى صفقة بكل تفاصيلها، من المؤكد أنه بنيامين نتنياهو سيبحث عن بدائل ممكن في حال إيقاف الحرب في قطاع غزة أو تغيير معادلة الحرب في قطاع غزة عبر شن حرب باردة على القطاع، وصلنا إلى تصاعد مثلا الموضوع في الضفة الغربية كبديل بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو، والتصعيد الذي أشرت له لنشهده الآن في جنوب لبنان مع التوقعات في اتساع رقعة فعليا هذه العملية وشن حرب واسعة النطاق قد تكون على جنوب لبنان. كيف ستؤول فعليا حكومة الاحتلال وإسرائيل وبنيامين نتنياهو لاتخاذ هذه البدائل بصورة فورية في حال وصول إلى الصفقة؟ لا يستطيع لا الاحتلال ولا غيره أن يذهب في معركة ضد لبنان الآن وضد حزب الله. الاحتلال الآن مكبل في أرض قطاع غزة، الاحتلال الآن لا يستطيع أن يخرج من رمل غزة لأن الهزائم تلاحق، عقدة وصدمة 7 أكتوبر لا زالت تلاحق حتى هذه اللحظة، حالة الفشل المتواصل لا زالت تلاحق، ولا يستطيع أن يفتح جبهة جديدة. يعني التهديدات واللغة المتعالية التي يستخدمها جيش الاحتلال لغة كاذبة، هم يريدون فقط أن يجدوا مخرجا يحفظ بعض ضماء وجه الولايات المتحدة وليس وجه الاحتلال في للخروج من قطاع غزة. ولذلك الذي يعتقد أن الصفقة ستأتي غدا وستوافق الولايات المتحدة وستوافق دولة الاحتلال على وقف الحرب وقف المقتلة هذا واهم. هؤلاء الموافقة، لاحظي فور إعلان بايدن بدأت كل المحللين واللي يعني بيقرأوا أخبار وسياسي يقولوا يعني انهزمت أمريكا، أعلنت الهزيمة وأعلننا الانتصار. لا مش صحيح، لا بعدنا ما أعلناش الانتصار، نحن هزمناهم بس ما انتصرناش، هزمناهم 7 أكتوبر بس بعدنا نحن في مقتلي وفي جريمي متواصلي، في مجاعه، في 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 ذبح، في 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 قصف، في اجرام حقيقي يمارس ضد ابناء شعبنا في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه، لان المعركه اخطر في الضفه الغربيه. لذلك الاحتلال بحاجه لان يخرج، ولكن ان يخرج بحفظ ماء الوجه لنفسه وللولايات المتحده. لا، ليس هناك حل دون ذلك. إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك سيحاولوا أن يقاتلوا وأن يقتلوا وأن يواصلوا المقتلة أكثر فأكثر. لا يمكن، لأن نحن المقاومة رافضة تهزم، المقاومة تعلن علنا أنها لن تقبل إلا بوقف دائم لإطلاق النار، ولن تقبل إلا بعودة شاملة إلى شمال غزة، ولن تقبل إلا. طب المقاومة عادلة هون، ما في مكلبي اسمها الولايات المتحدة كمان عندها خطوط حمر التي تدافع عن الاحتلال. حتى اللحظة يقول بايدن نعم. أن الاحتلال لم يتجاوز الخطوط الحمراء في رفح. طب إمتى بده يتجاوزها؟ لما يقتل مليون؟ بصورة سريعة سيد عدنان وبشكل مقتضب لأنه الوقت يداهمنا، بطبيعة الحال اليوم الحديث عن وفد من حركة حماس سيصل إلى القاهرة لبحث تفاصيل مقترح المقدم من بايدن مع وسطاء قطريين ومصريين، ما هو المتوقع لرد حركة حماس الذي كان إيجابيا من بداية هذا المقترح، ولكن بطبيعة الحال هناك من المتوقع بعض التعديلات التي ستجريها حركة حماس على هذا المقترح، ما هي التعديلات التي
وجهة نظرك أن على حماس أن تأخذها بعين الاعتبار، ومن المفترض أن تأخذها حماس بعين الاعتبار؟ أولا حماس ستوافق لأن حماس خرجت من دور الخائف أو خرجت من دور المرتجف أو خرجت من دور الضعيف. حماس الآن ومعها المقاومة ومعها جبهات المفتوحة ضد الاحتلال أقوياء وقادرين على العودة من جديد، ولذلك في هناك ضمانة لحماس من حماس ومن المقاومة ومن جبهات المقاومة المشاركة الأخرى. بالتالي أنا أقول لك حماس ستذهب إلى الموافقة على المقترح حتى لو لم يتضمن نصا واضحا وصريحا ومباشرا بالوقف المطلق والدائم للحرب، لأن الضمانة التي تملكها حماس الآن وتملكها المقاومة هي ضمانة الذات وليس ضمانة غير مضمونة، ضمانة الولايات المتحدة أو بايدن وعصابته. جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، الكاتب والمحلل السياسي السيد عدنان الصباح، كنت معنا عبر سكايب من جنين القسام، شكرا.